صباح الخير، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ هذا البرد والشتا اليوم تقريبا من الفجر، وانا تنسمع هبطات يعني بزاف معنا جا فوق من السطح، يعني بحال اللي الشتا تنحس بها نازله في قلب داري. والبرد يعني فريمون البرد برد البرد، حتى الدراري عاد ما تقدروش ينوضوا الصباح. ملي تينوضوا خاصني نكون شعلت الشوفاج برا باش يقدروا يخرجوا من بيتهم، حيت ملي تنوض هكا من المنطه وتخرج لبرا تحس براسك بحال جالس في البحر فريمون. يعني خصني دغيا نطلق الشوفاج باش يحسوا براسهم راه ما كاينش واحد ايوا هادشي ما كان. الحمد لله امطار الخير. اليوم غادي نصايب معكم بيزات. الصراحه ما عجنتش لاباط، غير شريتها، ولكن راه عندي في لاشين عندي العجينه ديال لاباط، الا بغيتو تشوفوها نزلوا الفيديوهات اللي قدام شويه غادي تلقاو واحد العجينه غزاله فريمون، بزاف ديال العجينات يعني اشكال وانواع كنت ندير في الاول. غير اليوم صراحه عجزت وهذه عندي في الفريكو علاش ما نديرهاش. ديجا اليوم عاوتاني ولدي مغدي في ليكول، يعني غادي ناخذ ليه حتى هو دي مخصو نديهم ليه. وخليكم معايا تشوفوا البيتزا ديال اليوم، ونعوضكم حتى في الكريب اللي كنت غندير لكم داك النهار وما كتبش مع المشيشه اللي مرضات. الحمد لله راه ولات صافا دابا، راه وخاتت بلي مازال عيانه تبغي تبقى غير ناعسه، ما فيها اللي يلعب ما فيها اللي. يلا خليكم معايا نبداو بالبيتزا ديالنا. دونك كيف تشوفوا البنات هنايا راه تصيبت واحد جوج ديال المطيشات كبار، حكيتهم قولوا لي ما كيديرها هاد المقيله صغيره، رغم ان عندي مقيلات كبار ولكن ما عرفتش علاش هاد المقيله هادي تتعجبني. واخا تكون لا كونتيتي كبيره وتنعمرها تتعجبني نخدم بها. المهم حكيت واحد جوج مطيشات كبار، شويه ديال القزبر ومعدنوس، الثومه محكوكه مليحه، التحميره، كمون، البزار، وغادي نديرو زيت العود ونشعلو على كل شيء البوطه ونخليو هاد لاصوص طوماط طيب. تقدروا تزيدوا معاها شويه ديال الزعتر، لي زيرب دو بروفونس، يعني اللي عندكم متوفر. هنايا غادي ندير الكفته اللي غادي نديرها في البيتزا ديالي، ما غنديرش فيها دابا لقا ما ديجا راها مازال شويه كونجلي. شعل عليها البوطه وغادي ندير شويه ديال زيت العود. حتى طيب عاد غندير لها شويه ديال لقام، يعني تتقرب طيب بليتو. دغيا تتبدا تفرتت من فوايا تيدخلها الصاد واحد شويه. صراحه انا البنات ما تنبغيش نجبدها بالليل من الكونجيلاتور ونديرها في الثلاجه لتحت، ما عرفتش تجيني واحد الاحساس بحال لي بحال قلبي تهرب ليا منها. والله ما تنقول الصباح بكري نوض نجبدها وديكونجلات، هو هذاك ما ديكونجلاتش، راه حتى تصور حتى الميكرووند ما تنحملش ندير فيه الكفته هكا ونديكونجليها، تتولي تجيني فيها واحد الريحه في الشكل ولا بحال اللي تتغير لا كولور ديالها. دونك تنقول والله ما حتى الصباح ونجبدها ديكونجلات، مرحبا ما ديكونجلاتش، راه غنديرها في المقله هكا وراه غادي تبدا تنزل بشويه بشويه. شويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه، التحميره والكمون والبزار. دابا راه قربت تبدا طيب، you
كل البنات تعجبو الشامبينيون في بيتزا، سورتو هذا تيجي غزال حسن من ديال لي كونسيرف يعني ديال العلب. صافي دابا البنات غادي نبدا نعمر في البيتزا ديالي. دابا الزوينات غادي نديرو الكريب ديالنا. اول حاجه غادي عندي هنايا 3 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه، واحد ساشي ديال لافاني، واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه، عندي هنا يطرو لاروب، يطرو لاروب ديال الحليب، نسيطرو صاين، نسيطرو الاخر نقسمو على جوج باش نكونوا يعني متفاهمين. وهنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده والدقيق. نبداو على بركة الله. غنلوحو البيض ديالنا، نديرو واحد القبيصة ديال الملحة، ضروري الملحة مع الكريب باش ما تيجيش السكر غالب عليه، حيت مازال غندير واحد المعلقة ديال السنيدة، ومعلقة ديال السنيدة كبيرة وعامرة. ساشي ديال لافاني، ونديرو داك يطرو لاروب ديال الحليب ديالنا. بيان سور ما غاديش يقد كلشي هنا، من الدقيق غنبقاو نزيدو بشويه بشويه، حيت ما يمكنش غادي نطحنو كلشي في مولينكس. هذيك المعلقه كبيره ديال الزبده، يمكن لكم تذوبوها، انا ما تنذوبهاش. ونديرو تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، والدقيق ديالنا، ونمشي نطحن كل شيء. وها هو الخليط ديالنا جاهز البنات، شوفوا كيفاش تيكون. بالنسبه للدقيق البنات، 3 الكيسان ديال العنبه، 3، ولا ما قداتكمش مولينكس يعني زيدوا الكيسان الاولين وخويو واحد شويه عاوتاني زيدوا الطحين، ومن بعد خلطوا كلشي. 3 الكيسان دونك. انا هنا غادي نحيد واحد شويه من هذا الخليط هذا،
غادي نزيد فيه الكاكاو كيف ستشوفوا البنات. ها هو زدت فيه ساشي ديال الكاكاو مع جوج مغارف ديال الخليط ديال الكريب. وهنا غادي نبداو البنات ندير البطاط عفوا المقلة ديال الكريب تسخن شويه. وهنا داك الخليط ديالي اللي درت فيه الكاكاو درته في هذه البلاستيكه هذه وغادي نمشي به بهذه الطريقه هذه على شكل دوائر. نتمنى يكون واضح لكم في الكاميرا بهذه الطريقه. اذا عندكم لابوش ديروها، انا ما عنديش دونك درت غير بلاستيكه بهذه الطريقه ونخليه حتى يطيب. دابا غادي نبداو نصايبو الكريب ديالنا العادي اللي خليناه ابيض ما زدنا معاه والو. ودابا غادي نحاول انني نقلبها من الجهه الاخرى. إذا كنتوش تبغيوها محمره بزاف خليوها حتى تحمر اكثر، كنتوش تبغيوها تبقى بيضه شويه صافي. ونخليها حتى تطيب شويه من الجهه الاخرى. الكريب ديالنا واجد مع هاد لي بول دو كلاص ديال لافاني تيجي غزال بزاف. المهم هنايا راه حنا ما صبرناش باش ناكلوهم صراحه حيت فريمون تيشهيو. انا كنت تنصاوب فيهم والولاد الدراري يعني ولادي واقفين في عند راسي تيتسناو امتى نحط لهم هادشي في لي زاسييت. شعلة ما نهضرش حتى تيجي زوين لا بالنسبه للشكل الاول ولا الشكل الثاني. تهلاو فراسكم، بالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.